معلش بقى يعني لو ملفوفه فوطه زفره ولا حاجه، بس ده لزوم التمويه يعني. انت عارف سعادتك ان احنا لسه صغيرين في الشغلانه، وابو زيد قال لي ان سعادتك من كبارات الشغلانه. المهم تبقى الحته نظيفه حتى لو انت كنت لاففها فوطه زفره زي ما بتقول. يا اشرف باشا، لطف الحراج ده تبعنا، وان شاء الله تبقى فتحه خير ان شاء الله. هنشوف. الله، اه يافت يافت. نص مليون اخضر عدهم. لا ما هم يعني عدهم يقل بركتهم، هم حلوين قوي 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 قوي. السلام عليكم. عليكم السلام. ثانية واحدة يا سيدي حاجة. عم ابو زيد حلو. ايه ده؟ ده معلش الفلوس جديدة. صباح الفل يا عم زيد حلوة بتاع زمان. صباح الجمال. سلمي على الكبير بقى. يوصل. ها؟ جاي ولا الدور الجاي؟ لا اتكل انت، قاعد انا شوية مع اشرف باشا. مش غلط. استأذن انا بقى. معلش الحتة الزفرة الحلوة؟ اه طبعا. عم سنوسي، ايه تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا الف مرحبا. الله يخليك. يا الف مرحبا. الله يخليك. الله انت اخويا بقيت بتيجي كتير اللي هي بدل الحاج. اه الدنيا بره وحشه قوي يا عم سنوسي، الدنيا بره وحشه قوي، عشان كده كل شويه جاره الفاتحه لابويا عشان اخد بركاته والدنيا تمشي معايا بقى شويتين كده. يا الف رحمه ونور. ربنا يخليك. ابوك ده طول عمره كان راجل بركه. المهم يعني خد الفلوس دي، روح جيب لي علبه احمر اصفر اخضر كده بسرعه، والباقي عشانك والفلوس كلها. يسعدك ويوسع عليك. يلا بقى امشي. السلام عليكم. عليكم. يخرب بيت شكلك. ايه يا عم ابو زيد، انت مراقبني بقى ولا ايه؟ انت فكرك هتهرب وبسرجتكم انت وبهلول ولا ايه؟ يا عم بهلول ملوش دعوه بالحوار ده خالص. انا عارف اللي بينك وبين بهلول، والحاجه دي تخصنا ولازمانك. بقول لك ايه يا عم ابو زيد، الحاجه دي ما تخصش اي حد في الدنيا دي كلها غير لطفي الحراق. بس يبقى اجرى الفتحه على روحك يا حراق. مفيش الكلام ده. ايه ده ايه ده ايه ده، يخرب بيتك.